أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. سنلتقي الآن بمجموعة من المتضامنات مع الأسيرات في السجون الإسرائيلية واللواتي يقفن في هذه الوقفة هنا أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة. هؤلاء السيدات هن جزء من مؤتمر أقامته اللجنة الوطنية والإسلامية للأسرى للتضامن مع الأسيرات. واحدة من المتضامنات، أهلا بك معنا، ولو حدثتنا عن يعني أوضاع الأسيرات كما ترينها، كيف تتابعينها وأنت تعرفين الآن أنهن يتعرضن تنكيلات إسرائيلية بين. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا الأسرى، نحن نحزن على الأسرى كثيرا، وان الأسرى هم أسرياتنا في قلب المقاومة، ونحن ندعو الأمم المتحدة وندعو العرب وندعو جميع الأمم المتحدة ان يساعدونا في تحرير الأسرى، لان الأسرى وضع لا يرتى له، حزين جدا في مع الشوب والحر. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحرر الأسرى والأسيرات في جميع أنحاء الاحتلال. أشكرك جزيلا، وأتحدث مع السيدة الأخرى التي تتواجد هنا في هذه الوقفة. يعطيك العافية، أنت ترفعين يافطة أسيراتنا، قسما لن ننساكم. أتعتقدين بأنهم ليسوا منسيات حتى اليوم؟ والله لحتى الآن هم منسيين، بس بجهود مجاهدينا ومقاومتنا بإذن الله لن ننساهم. ونحن ما بأيدينا إلا الدعاء وهذه الوقفة التضامنية البسيطة، لعل حقوق الإنسان والدول العربية والإسلامية والتي تدعي أنها تعرف حقوق الإنسان أن تنظر لقضيتهم. أنت شايفة أن هم متجاهلين قضية الأسيرات بشكل خاص؟ لو مش متجاهلين قضية الأسيرات لا يحدث هذا، ولأسرانا ولأشبالنا ولأطفالنا التي قمعوا في سجون الاحتلال ولم ينظر لهم أحد، ويقولون اتجهوا للسلام. أي سلام؟ أي سلام وأسيراتنا تهان وأطفالنا يهانوا وكرامتهم أهانت؟ ولن ننساهم، وسيخرجوا قريبا قريبا، وهذا وعد المجاهدين، ولن يخذلهم الله عز وجل، ونحن نظن بالله خيرا، ولن يخذلنا أبدا مهما صار. شكرا جزيلا لك. وسنتحدث الآن مع السيد ياسر صالح من مؤسسة أو جمعية مهجة القدس الأسرى والمحررين. سيد ياسر، هذه الوقفة التي شاركتم أنتم في تنظيمها تضامنا مع الأسيرات، أي رسالة أرادت أن ترسل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن نؤكد على أن الأسيرات الفلسطينيات جزء من معاناة كبيرة للأسرى أيضا بشكل عام داخل سجن الاحتلال. الأسيرات منهن الأمهات، منهن القاصرات أقل من 18 عام، منهن المصابات والمريضات، انتهاكات متوالية بحقهن، سواء الإهمال الطبي المتعمد أو حتى الاقتحامات التي تحدث من حين لآخر على أقسامهن وعلى غرفهن، ويفقدهن أيضا خصوصيتهن داخل هذه الغرف. نحن نتحدث هذه المرة أيضا عن اعتداء بالضرب على الأسيرات في سجون الاحتلال وخاصة سجن الدامون. إذن هذا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، هذا اعتداء حتى على عزة وكرامة الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، ومن هنا جاءت هذه الوقفة. في هذه النقطة، إسرائيل تعرف جيدا أن النساء بالنسبة للمجتمع العربي الفلسطيني الذي هي مزروعة فيه الآن خط أحمر، لماذا إذن تتجرأ عليهن؟ ما الذي أوصلها إلى هذا الحد؟ ونحن نقول بشكل أو بآخر، نحن من جرأ الاحتلال علينا حينما استمر هذا الانقسام وتبعاته على شعبنا الفلسطيني. الشعب العربي ممزق منكفئ على ذاته في دماء مختلفة، الأمة الإسلامية أيضا منقسمة، وبالتالي الواقع الفلسطيني العربي الإسلامي هو من جرأ هذا الاحتلال. يعني هناك من يقف مع هذا الاحتلال ضد إخوانه، ومن هنا نحن نقول أن هذا العدو المجرم لا يجد من يقف في مواجهته سوى المقاومة طبعا، ومن هنا هذا الاعتداء على عزة وكرامة نسائنا داخل سجن الاحتلال يحتاج حتى من المقاومة إلى رد واضح. هذه الوقفة هي تنبيه وصرخة جديدة منا لشعبنا ولأمتنا للوقوف عند مسؤولياتهم، وهي أيضا صرخة جديدة لهذه المؤسسة الدولية ومنها الصليب الأحمر لأن يقفوا عند مسؤولياتهم. أسيراتنا في سجون الاحتلال تنتهك حقوقهم، وبالتالي على المؤسسات أن تقف عند مسؤولياتها وتضغط بدورها على هذا الاحتلال ليوقف مثل هذه الانتهاكات بحق الأسيرات الفلسطينية. أنتم كمهجة القدس، هل ستذهبون باتجاه فعاليات ربما أكثر شمولية واتساعا لتوعية الشارع على الأقل بقضية المعاناة التي تواجهها الأسيرات؟
نعم صحيح، نحن لابد أن ندرك ويدرك شعبنا أن هناك معضلة وأن هناك مأساة كبيرة. ليست المسألة رجالا في سجل الاحتلال، وإنما هناك نساء ولهن خصوصيتهن، ومنهن أيضا القُصّر أقل من 18 عام، منهن 12 عام 13 عام. وبالتالي لابد أن يدرك شعبنا الفلسطيني أن شرفه وكرامته تنتهك وتهان داخل سجل الاحتلال، وأن هناك أسيرات في حاجة ماسة لدعمهن وتأييدهن داخل السجون إلى أن يكتب الله سبحانه وتعالى لهم الفرج. أشكرك جزيلا سيدي ياسر صالح المتحدث باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والمحررين. كانت هذه إذن وقفة هنا أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر للتضامن مع الأسيرات. محمد جرادة، لجنة أسرى القوى الوطنية والإسلامية، ممثل المبادرة الفلسطينية. نحن هنا أمام الصليب الأحمر الدولي لنؤكد تضامننا مع أسيراتنا البواسل الذين قابعون في سجون المعتقلات الاحتلال الإسرائيلي. إننا نحن نؤكد من هنا بأن شعبنا الفلسطيني بكل قواه الوطنية والإسلامية يتضامن مع جميع أسرانا البواسل القابعين في سجون ومعتقلات الاحتلال، وخاصة الأسيرات المناضلات الذين يعانون معاناة رهيبة وخطيرة وعنصرية من مصلحة السجون الصهيونية. بمتابعتكم إلى أي درجة وصلت هذه المعاناة؟ نحن باستمرار على اتصال في السجون الإسرائيلية، ونحن نعرف أولا بأول بأن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد أسيراتنا مستمر بشكل رهيب ومقلق جدا. ونحن من هنا من أمام الصليب الأحمر الدولي نطالب الجهات الدولية والمؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية وكل المجتمع الدولي الذي يناضل من أجل السلام ومن أجل الديمقراطية أن يكون له دورا فعال للضغط على الكيان الصهيوني ولمصلحة السجون لكي يتراجع عن هذه الممارسات العنصرية بحق أسيراتنا القابعة في سجون الاحتلال الإسرائيلي. كما تشاهدون في بعض وسائل الإعلام كيف معاملة الجنود الإسرائيليين والقادة الإسرائيليين لأسيراتنا البواسل القاصرات. نحن نؤكد من هنا سنستمر نضالنا بكل قوة وبكل عنفوان من أجل أسيراتنا البواسل الذين يعانون معاناة رهيبة جدا، وخاصة الأسيرات في الاعتقال الإداري الذين يعانون من اضطهاد مستمر من قبل السجان الصهيوني. وكما يعرف العالم جميعا بأن عصات الجلاد تصنع من الشعب قوة وإرادة أكثر وأكثر للتصميم للاستمرارية في النضال ضد القهر وضد الظلم وضد الاضطهاد. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات والإضافات. في الواقع انتهت هذه الوقفة التضامنية مع الأسيرات هنا أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة، ولكنه من المؤكد أن معاناة الأسيرات لم تنتهي حتى الآن ولا أفق لحلها. قاصرات وسيدات في هذه الأوضاع الصعبة في السجون الإسرائيلية دون إشراف حقوقي حقيقي على أوضاعهن ودون مراعاة إدارة مصلحة السجون لخصوصية النساء وأيضا خصوصيتهن في المجتمع الفلسطيني. نأمل بأن يعني تكون هذه الوقفة هي تنبيه بأوضاع الأسيرات والمعاناة التي يواجهنها في السجون الإسرائيلية. أشكركم جزيلا على المتابعة ودمتم في أمان الله.